الإمام البخاري كانت له محنة جسيمة، ملخصها إن في آخر عهد المأمون وتمام عهد المعتصم وتمام عهد الواثق كان في محنة جسيمة اسمها محنة خلق القرآن. تتلخص المحنة دي في أنها في النهاية هي إلحاد في أسماء الله عز وجل. إيه معنى القرآن مخلوق؟ إيه معنى أي شيء مخلوق؟ بلاش القرآن عشان أقرب الصورة، أنه لم يكن فكان، لم يكن موجودا فكان. الترابيزة دي ما كانتش موجودة، خلاص المكان ده فارغ، جبت الترابيزة حطيتها، دي مخلوقة صنعت. فعندما نقول القرآن مخلوق يعني أن الله عز وجل لم يكن يتكلم أصلا ثم تكلم بالقرآن. وإحنا نعلم إن الصفات ملازمة للذات، إذا كانت الذات قديمة كما يقولون يعني أزلية فالصفات أزلية، فكونك تيجي على صفة الكلام وتقول لم يكن يتكلم يعني كان إيه؟ يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أبكم ما كانش بيتكلم خالص، ما كانش بينطق خالص، وبعدين جدت عليه هذه الصفة بعد ذلك. طب من خلقها؟ من أوجدها له؟ فده اسمه إلحاد في صفة الكلام. عندما يقول القرآن مخلوق يعني القرآن لم يكن فكان. طبعا أول ما ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد، كنت أنا زمان في بداية العلم يعني كنت أقرأها داود، لين دؤاد يعني مش جاي على دماغي يعني. أحمد ابن أبي دؤاد ده كان رأس الجهمية المعطلين لصفات الله عز وجل، غلب على بني العباس، غلب على المأمون في آخر عهده، فقال إن هو ده الحق وكذا، فامتحن علماء المسلمين جميعا وعرضهم على السيف، اللي حيقول القرآن مخلوق حنغنغه واديله عطيات من بيت المال وتمام التمام، اللي هيقول لي مش مخلوق هضرب رقبته بالسيف أو أسجنه. بدأت المحنة دي تنتشر شيئا فشيئا في آخر عهد المأمون. فبعت لمين بقى؟ المأمون كان في مرو أظن، يا مرو يا الرملة، ما كانش في بغداد يعني. بعت لأحمد بن حنبل الذي كان يناهض هذه الفتنة وعرف بها، حتى النوم يعني الحارث المحاسبي قال أحمد أبو بكر هو الصديق الأول وأحمد بن حنبل هو الصديق الثاني، الذي أنجى الأمة من هذه البقرة الخبيثة. فقال ابعتوا لي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي السابوري مقيدين بالحديد، يعني مش يبعتهم لي كده وخلاص، لا مقيدين بالحديد من بغداد للرملة أو لمرو، ما أظن كانت مرو، مسافة طويلة جدا. فدعا الإمام ربه تبارك وتعالى ألا يرى وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يدخل أحمد بن حنبل بليال إلى مرو، فرجعوا بغداد تاني. الذي ولي بعد المأمون المعتصم، اللي هم يقول لك هو معتصماه وبتاع والكلام ده، والعمورية وأبو تمام بقى السيف أصدق وأنباء من إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب البائية بتاع أبي تمام المشهورة دي. قال أهل المعتصم أسوأ ما فعل المعتصم أنه جلد الإمام أحمد. ابن أبي دؤاد غلب على المعتصم، مسح له دماغه، أصبح المعتصم لا يرى إلا هذه الفكرة، وأن هذا هو الحق، وأن يجب على الناس جميعاً أن يطيعوا ولي الأمر في مثل هذا، لأن هو ولي الأمر مسؤول عن دين الناس، تمام؟ فقال لك لابد يقولوا كده، بدأ امتحن وحصلت وقائع عجيبة جداً جداً في المحنة دي. منهم عفان بن مسلم شيخ البخاري وشيخ أحمد برضه، كان يذهب المأمون المعتصم إلى أشهر راس في البلد ويجيب عشان يقول القرآن مخلوق. فكان أشهر راس في البلد آنذاك عفان بن مسلم الصفار،
من أكابر شيوخ البخاري ومن شيخ أحمد برضه. فقالوا الرجل اللي تبع الخليفة قال له أمير المؤمنين يسألك القرآن مخلوق أم لا؟ فعفان قال له قل هو الله أحد، ده مخلوق؟ مش دي سورة في القرآن؟ أنت بتقول القرآن مخلوق، طب خد قل هو الله أحد مخلوق. قال له بص الكلام ده تقوله في النيابة، الكلام ده تقوليش لما تروح بقى يحاكموك وبتاع، يقول له الكلام ده أنا ما بفهمش الكلام ده. حاجة من اثنين، يا تقول يا هقطع راتبك من بيت المال. كانوا يعطونا العلماء عطيات من بيت المال عشان يتفرغوا لنشر العلم. فكان عفان بياخد 1000 درهم كل شهر، وكان عدة الناس في بيته 40، كان متجوز 4 وكان عنده عيال وأحفاد وبتاع، 40 بيصرف عليهم 1000 درهم ده. قال له خلاص اعرف انك لو جاوبت وقلت القرآن مش مخلوق هيتقطع عنك الراتب، فكر فكر قبل ما تقدم على الخطوة دي. قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. انصرف الرجل وقطع راتب عفان من بيت المال. الرواية دي صحيحة، لولا ناس انا ادقق في الاسانيد، يعني لما كل رواية مستغربة قوي ابص على الاسانيد بتاعتي. فبالليل طبعا عفان بن مسلم راس البلد، واكيد الرجل اللي رايح من قبل امير المؤمنين الدنيا كلها عرفت ان ده الشرطي ده جاي يمتحنه وبتاع. المهم بالليل دق بيت عفان، طبعا قبل ما يجي الليل النساء بقى جوعتنا ضيعتنا وراك، ما كنت تقولها يا راجل، ايه يعني بتقول مخلوق وقلبك يعني مطمئن بالايمان وبتاع، طب ما فلان قال وفلان قال يا حيد معين قال وعلي بن مديني قال، امم قالوا خوفا من السيف او خوفا من الصوت. يعني علي بن مدين وشيخ البخاري اللي البخاري بيقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن مدين اجاب. وقال لابن عمار لما سالوا يعني قال انت تعلم انني لو ضربت صوتا واحدا لمت، لقد سجنوني 8 اشهر في بيت مظلم. كان ضعيف البنية وما يستحملش الكلام. المهم عادوا يلوموه وانت ازاي تعمل كده وحناكل منين وضيعتنا وعملتنا، لحد ما جاء الليل اذا الباب يدق. فتح عفان الباب فقال الرجل انت عفان؟ قال نعم. قال هذه سرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. عفان مسلم يقول هذا الكلام لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما راحوا يسألوه ايه اخبار، قلت ايه؟ لان طبعا الخبر انتشر، قلت ايه؟ هل قلت؟ قال قلت كذا وكذا وكذا. فتهلل وجه احمد بن حنبل لما راى عفان ابن مسلم الصفار ثابتا على الحق. طلعت القران مخلوق، العلماء كلمه اجماع، من قال القران مخلوق فهو كافر. ليه؟ الحدث في صفات الله سبحانه وتعالى. ام الجهميه قال لك لا لازم مش هنسيب الدعوه بتاعتنا دي، فاخترعوا حاجه جديده اسمها لفظي بالقران مخلوق. القران مخلوق خلاص عرفنا اللي هيقولها كافر وانتهينا منه. قال لك لفظي بالقران مخلوق. طب لفظي يعني ايه؟ لفظي اللفظ ولا الملفوظ؟ دخلنا بقى في القصه بقى. لو قال لفظي بالقران مخلوق لابد انك تساله ما تقصد باللفظ؟ في الاول كافر على طول من غير ما تفكر، مخلوق كافر. طب لفظ بالقران مخلوق، بدا الجهميه يلعبوا لعبه جديده عشان يصلوا الى ما يريدون، بس يلفوا لفه كده. الملفوظ القران وهذا ليس بمخلوق، واللفظ حركه اللسان. طب انا قبل ما اجي دلوقتي وأتكلم هذا الكلام، كلامي كان موجود؟ كان موجودا؟ لا، كلامي موجود دلوقتي، حركة لساني الآن مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة، لم أكن أتكلم ثم تكلمت، إذن حركة لساني مخلوقة. فالإمام أحمد أول ما لقاهم عملوا كده قال من تكلم باللفظ فهو مبتدع، ما رضاش يكفروا.
ليه؟ لأنه قد يقصد حركة اللسان ما يقصدش القرآن، عشان كده لم يجزم بتكفيره كما جزم بتكفير من قال القرآن مخلوق.